يمكن في مصطلح ظهر يعني خلال قمة المناخ كوب 27، المصطلح ده هو العدالة المناخية. العدالة المناخية كان شعار من بين الشعارات اللي رفعها تحالف القوى المدنية من أجل المناخ في المسيرة اللي نظمت على هامش فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. المسيرة دي كانت بتطالب بعشر مطالب رئيسية، من بينها المطالبة بالعدالة المناخية وتعويض الدول الإفريقية للدول النامية تحديدا عن الخسائر اللي تعرضوا ليها بسبب الآثار أو التداعيات الناتجة للنهضة أو الثورة الصناعية. وبنتكلم على يمكن خمس ثورات صناعية تحديدا. تعالوا نشوف العشر مطالب اللي رفعها هذا التحالف خلال هذه المسيرة من خلال هذا التقرير. احنا واقفين كلنا كمجتمع مدني بنتكلم على حقوق المزارعين في نتيجة التأثر السلبي للتغيرات المناخية. احنا بنساعد فئات صغار المزارعين، وفئات صغار المزارعين في الانتاج الزراعي بيتأثروا جامد بسبب التغيرات المناخية. ارتفاع درجة الحرارة بتؤسي إلى ضعف الانتاجية وضياع المياه وتأثير كبير على تكاليف الانتاج. فالفلاح الصغير بيحصل له خسائر كبيرة في الانتاج الزراعي نتيجة التغيرات المناخية. احنا بنوصل رسالة ان احنا معا من اجل التنفيذ. احنا عاوزين نحقق العدالة المناخية، اللي عاوزين تعويض من الاضرار والخسائر اللي بتسببها الدول الصناعية الكبرى لدول افريقيا ومنها مصر. متوقعين ان صوتنا يوصل كمجتمع مدني بصفته مراقب في الكوب 27 لقضيه العداله المناخيه، وتاثيرنا كمجتمع مدني تحالف على قضيه واحده وهي قضيه التغيرات المناخيه، وان الدول المتقدمه تساعد الدول الناميه فعلا بخطط تمويليه عشان تقدر تلبي احتياجاتها من الاستراتيجيات الوطنيه للدول الناميه الافريقيه، وبالاخص طبعا المبادرات اللي تخص كمان المراه وتاثيرها على التغيرات المناخيه. قارة أفريقية من أقل القارات تأثيراً بالتغيرات المناخية، ولكنها أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وعشان كده بنطالب بالعدالة المناخية للقارة الأفريقية خاصة، ونطالب الدول المتقدمة اللي هي بتسبب التأثيرات الضارة بالتعويضات المالية للقارة الأفريقية، التعويضات المالية والتعويضات عن كل الخسائر المناخية والمادية والبيئية عن الضرر اللي سببته. احنا تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، احنا تحالف جمعيات أهلية وتحالف شباب من أجل المناخ، من أجل جايين نتكلم عن قضية تغير المناخ وإزاي إن هي بتأثر علينا كشباب، بتأثر علينا كبيئة، بتأثر علينا كمجتمع مدني وكمجتمع عامة. جايين نطالب بالعدالة المناخية، لأن العدالة المناخية هي اللي هتمنعنا من الاحتباس الحراري وهتمنعنا من الحاجات اللي هتحصلنا في المستقبل.